نتابع الآن جانبا من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمجمع الطيران في سيبيريا، حيث أكد من هناك أن روسيا تناضل من أجل وجود دولتها، وتلك مهمة البقاء التي تواجهها. وأشار بوتين إلى أن المشكلات الدولية التي تواجه روسيا ظهرت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، حيث تبين أن المصالح الجيوسياسية للغرب أهم بكثير بالنسبة لهم حتى من التناقضات الأيديولوجية مع الاتحاد السوفيتي. وتابع بوتين أن الغرب بعد انهيار الاتحاد السوفيتي حاول هز روسيا وأنشأ طابوراً خامساً، وأرسل جحافل الإرهابيين الدوليين، فيما حاولت روسيا بصبر وعلى مدى عقود تحسين العلاقات مع أوكرانيا. لكن الوضع تغير بعد انقلاب 2014.